مع تصاعد الحرب في أوكرانيا والأزمة بين الغرب وروسيا، أعلن حلف الناتو أن انضمام السويد إليه بات قريب المنال، مؤكدا أنها أوفت بالتزاماتها لمعالجة الاعتراضات التركية. جاء الإعلان في ختام مباحثات احتضنها مقر الحلف بين وفود من فنلندا والسويد وتركيا ترأسها وزراء الخارجية. وأكد الحلف الأجواء الإيجابية، مبديا ثقته بأن أنقرة ستغير موقفها إزاء عضوية السويد كما فعلت مع فنلندا سابقا. عضوية السويد تحقق فوائد عسكرية كبيرة لجميع الحلفاء، وسوف تمكننا من التخطيط العسكري للمناطق الشمالية ككتلة واحدة، وتوفر درعا متصلا من البحر الأسود إلى بحر البلطيق. ولفت الأمين العام للحلف إلى أنه سوف يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي ونظيره السويدي لتأكيد التقدم الحاصل، موضحا أن الاجتماع سيجري على هامش قمة زعماء دول الناتو الأسبوع القادم، وسيكون خطوة مهمة باتجاه عضوية السويد. وعرض الحلف جدول أعمال القمة، لافتا إلى أنها سوف تركز على تقديم الخطط الدفاعية الجديدة عن أوروبا أمام التهديدات الناشئة وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. قراراتنا تبعث رسالة قوية، وفي الوقت نفسه علينا مواصلة دعمنا لأوكرانيا. أقصد كل أنواع الدعم، سواء العسكري والدعم الإنساني والسياسي، وهذه عناصر وحدة في موقف المجلس الأوروبي. في هذه الأثناء أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل لاتفاق بين دوله سوف يساهم في زيادة الدعم لأوكرانيا، حيث توافق الاتحاد على تخصيص تمويل جديد بنصف مليار يورو يهدف لتسريع وتيرة إنتاج الذخيرة والأسلحة ودعم المجمع الصناعي العسكري في أوروبا. وسيم إبراهيم لتلفزيون دولة الكويت من أمام مقر المفوضية الأوروبية بروكسل.